حساسه. يعني ليه ما تناقش الامور الحساسه؟ انا ما في سماعه. ما هو في مصطفى ما عنده سماعه. بالنسبه لل شفت امبارح الاصفر؟ لا انسى الاصفر. امبارح الناس كلهم حابينك انت. شفتي شو ليش عامل جو لحالك؟ انا بتشكركم امبارح الكلام مليان قلبي. انا اول مره بحس هيك فرح غامر جوا هيك هيك. بس والله في قبول ممتاز كثير. بعدين صوتك حلو وشكله حلو. ما بعرف اذا بيعرفوني ولا هم بيحبوني. اغراب ما بعرفش لسه لازم اقرر بعد. لا شوف مصطفى هي كاريزما والله. بالضبط زي ما رهف دائما بتقول الكاميرا بتشوف اللي بالقلب. 100% الناس حبوك من اول مره يعني this is a blessing. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله الله يديمها النعمه يا رب. ان شاء الله احنا عم نتابع تغطيتنا كاول شاشه اردنيه تغطيتنا ل مهرجان الجونه. بالضبط. امبارح شفنا صور كتير غريبه للبلبله وهي عم تستعرض حركات راقصة على الريد كاربت. صح شو القصة ورا هالحركات؟ هي وقعت أو تفركشت بعد ما ألقت كلمة لسمير غانم عن تكريما لإله. نعم. بمهرجان الجونة. فلما طلعت من المسرح إجت بدها تتفركش فالناس أوكي. فكروها وقعت. هي سويد إذ رأت أظن صار عندها ردود فمشان تبين للناس بطريقة عفوية على الـ على الريد كاربت إنه هي مش مكسورة رجليها فصارت تحكي لهم شوفوا. أنا بحب روحها هالفنانة. أنا كمان كتير وما بيبين عليها عمرها أبداً. تعرفوا أنا استنوا بدي أشوف هي مواليد أي سنة حسب يعني ويكيبيديا بس يعني شوفوا قدي هي متصالحة مع عمرها جداً والحياة لبقتلها يعني حتى هلأ بلقاء لعمان تي في أعطتنا يا طمنتنا عن صحتها وخبرتنا قديش هي بتحب الأردن. يا الله وإحنا بنحبها كتير. يلا يلا بر الموضوع انا بخير وانا كويسه وحتى تاني يوم مشيت على ريد كاربت برضو اللي حصل ان انا قالوا لي ان هطلع على المسرح عشان اقول كلمه اللي الله يرحمه سمير غانم فانا طبعا فرحانه ان انا هتكلم مع حد انا بحبه وفي عشره عمر تقريبا بينا فاللي حصل ان انا بعد ما قلت كلمتي هخش بقى على الكواليس زي ما هم قالوا لي انا كنت فاكره هنزل على الجمهور قالوا لي هتخش على الكواليس فيا دوب خدت اول سلمه في تاني سلمه حسيت ان دي الفستان بتاعي اللي كنت لابساه لف حوالين دخل في كعب جزمتي فحاولت انطره كده لكن ما خرجش فقلت ايه معلش اطلع سلمية واعدل نفسي جوه فما كنتش عارفة انهم هيضلموا المسرح علشان الراقصين يطلعوا فسندت بايدي على كالوس وحاولت اخش جوه وعملت حركة الباليه اللي احنا متعلمينها نزلت برجلي الشمال نص ركبة كده عشان بايدي دي افك ديل الفستان اللي لف حوالين الجزمه بتاعتي فوانا نزلت كده على نص ركبه افتكروني انا وقعت فكلهم جريوا عليا فوقعوني وبعدين فكيت ديل الفستان وطبعا كلهم اتخضوا عليا الاستاذ احمد السقا جري هو وهند صبري يا نونيا يا نونيا جرالك قلت له انا اهو انا كويسه اهو مفيش حاجه وفعلا مشيت ولفيت وطلعت على المكان ما انا كنت قاعده على المسرح وفاتت الليله ما فيش اي حاجه تاني يوم لما صحيت قلت الله ايه اللي وجعني ده في رجلي وايه اللي وجعني ده لقيت حتت مزرقه في رجليا لكن الحمد لله الموضوع عدى بسلام وعايزه اقول لشعب جمهور اردن لا 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 انا بحب الجمهور الاردن جدا جدا يعني حتى اخر مره رحت مع الاستاذ الله يرحمه يوسف شاهين وطلعت على المسرح كان في للاخر واتكلمت عن اول مره في حياتي جيت مع عبد الحليم حافظ اغني في الاردن وقعدت احكي واحكي واحكي على المسرح يوسف شاهين بعد كده نده لي قال لي خير الامور مقل ودل ايه يا نونيا عماله تحكي قصه حياتي قلت له اصل انا بحب شعب الاردن قوي وما صدقت ان انا شفته هو شعب راقي وفنان ويتذوق الفن وبعدين عايز اقول لكم شعب الاردن مربيني وانا كبرت مع اولاده وانا بحب قوي الاردن وشعب الاردن بتمنى اشوفكم قريب يا رب يا رب اشوفكم قريب احنا بنتمنى نشوفها قريب كمان رهف بتعرفوا انا عم بتفرج على ملامحها وهي بتحكي قديش طلع عمرها طلع عمرها مواليد 46 يعني 75 سنه
75 سنه. في مصطلح دائما بنحكيه تو ايج جريسفول 100% 100% طبعا محترمة حالها وعمرها جداً. وعم تعطي صوره باهيه ومشرقه عن الست في هذا العمر. رائعه طاقتها امبارح كانت يعني كيف طاقه خياليه خيالية. يعني بعمرها عم ترفع رجليها وعم تنزلها وعم تعطي بوزات عشان هيك بقول لك العمر مجرد رقم. هو انت كيف تشعر how do you feel about yourself, كيف انت بتحس حالك, كيف بتتصرف. وصراحة لبلبة دائما راقية كتير. يعني فنانة قديرة, بنلاحظ محبة الجيل الجديد كمان لإلها من الفنانين, وهذا بيدل انه هي عم تتصرف كأمهم, بتحتضنهم بتحبهم. فبنتمنى لها دائما الصحة, وشكرا على كلامك الطيب عن الأردنيين وعن الشعب الأردني, وإن شاء الله إنك تنورينا قريبا. بعدين في شغلة مثلا مصطفى, بعرفش أنت بتلاحظها أكيد, الأشخاص اللي بيعطوا الفنانين اللي بهالثقل وبهالحجم اللي بيعطوا هالتفاصيل بلقاء تلفزيوني هم في قمة التواضع. يعني كان بتقدر يعني هي أعطتنا تفاصيل تختصر. كيف صح ولا لا بتقدر تختصر. وهي لحالها حكت بحب الأردن. الله عليك يسألها. الله عليك. فهذا الكرم حتى في الكلمة مهم. بلقاءاتنا بمهرجان الجونة رح نعمل تقرير منفصل لحتى ما نجمع عدد تقارير أكبر. نعم. الأردن بعيون نجوم الجونة كيف؟ شو حلو. يعني هم بس يشوفوا مايك عمان تي في كيف لحفتهم للأردن. صح. طبعاً. 100% حلو كتير. كتير. على صعيد منفصل تصدر هالأسبوع أحمد السقا الترند بعد حصوله على جائزة الإبداع السنوي بالجونة. فكان لنا معه هاللقاء, وفي كمان نجوم وجهوا له رسالة من خلال أبرزهم إلهام شاهين, داليا البحيري, وميس حمدان. يلا نشوف. يلا. يلا. النجم الكبير أحمد السقا منورنا في عمان تي في. أول حاجة عايز أبارك لك على التكريم النهاردة, وعايز أعرف شعورك إيه وإحساسك إيه النهاردة وإنت بتتكرم بعد مسيرة ومشوار مهم وكبير وطويل. هو الحقيقة طبعاً أكيد مبسوط. التكريم ده أقل جايزة أقدر أقدمها لمراتي وأمي وولادي معها, والحمد لله. يعني ده تشريف مش تكريم بس. يعني جائزة الإنجاز الإبداعي وأخذها قبل حضرتك النجم الكبير عادل إمام, محمد هنيدي, الدورة اللي فاتت على طول, محسسني إن العداد رجع زيرو تاني. يعني لسه قدامي كتير إن شاء الله بإذن الله. يعني في كتير يتعمل بإذن الله. كمان التكريم لأحمد السقا ممثل عن سينما الحركة, سينما الحركة اللي أنت ياما أمتعتنا بيها, وياما ضحيت بحاجات كتير قوي وما كنتش بتخاف وبتعمل حاجات غاية في الصعوبة ما حصلتش في الأكشن قبل كده في مصر. فيعني ايه اصعب التجارب اللي انت مريت بيها في تجاربك؟ يعني ايه التجربه او المشهد اللي انت ما تنساهوش, ده كان خطر قوي؟ عارف ان كل مشهد خطر, بس قول لنا حاجه. لا, مشهد النار في ابراهيم الابيض كان اخطر حاجه عملتها في حياتي لما ولعوا فيه. استغرق منك قد ايه في التصوير؟ اون كاميرا خد بالظبط 14 ثانيه. اون كاميرا 14 ثانيه. عايز بس النهارده يا استاذه مها يعني تقولي ايه الاستاذ النهارده هو بيتكرم؟ اقول له مبروك, هو يستاهلها, وانا فخوره جدا ان انا معاه النهارده وهو بياخد جايزه مهمه زي دي, ومبسوطه. يعني حاسه ان هو عمل افلام مهمه قوي قوي بجد, وحاسه ان هو غير كتير جدا في السينما, وفخوره ان انا معاه النهارده وهو بيستلم جايزه. وانا بحب قوي مهرجان الجونه, فمبسوطه انه بياخد جايزه زي هنا. انت السنه اللي فاتت سلمت هنيدي الجايزه, هنيدي عمل ايه بقى لما عرف ان انت تكرم السنه؟ هنيدي اكيد مبسوط طبعا. يعني اكيد مبسوط. كلمه بقى للسقا بما انه مكرم الدوره الخامسه بقى, يعني عريس المهرجان السنه. هو فارس وعريس المهرجان فعلا. بقول له مبروك يا سقا, يعني بقول لك الف الف مبروك, انت تستاهل اكتر من كده. وبرغم ان انا ما اشتغلتش مع سقا لحد دلوقتي, بس بحبه جدا واتمنى ان يجمعنا يوم كامل. المعلومه دي غريبه شويه, ما اشتغلتش معاه لحد دلوقتي, فاتمنى ان شاء الله نشترك في حاجه مع بعض. بقول له الف الف مبروك, يستاهل وزياده. كنت سعيده بيه جدا, وسعيده بالاهداءات اللي عملها قوي قوي, وكنت سعيده ان هو كان موجود مع مها ومع اولاده, كانت حاجه جميله, ربنا يحميهم. يا احمد السقا حبيب قلبي. احمد السقا هو ايه, عارف من الفنانين اللي طلعوا في بداياتهم معايا, فكنت فخوره بيه جدا انه بقى نجم كبير. احمد اول ما اشتغل معايا في نصف ربيع الاخر ونجح جدا. يعني كان الولد اللي دمه خفيف شربته ولفت الانظار في المسلسل, وبعدين دخل معايا في اول فيلم دي برضو, فيلم هارمونيكا, كنت انا ومحمود عبد العزيز, عمل الدور رائع. وبعدها خلاص بقى نجم كبير وبيعمل هو افلام, بيشيل افلام لوحده. فاحمد فنان مميز, واكتر فنان مجازف وبيحب السينما قوي, بيعمل الاكشن من قلبه, ما ولا دوبلير ولا اي حاجه, وعارف كده
هو عرض نفسه للخطر كتير، احنا كلنا شفنا ده، لمسنا ده، محدش يعمل كده الا اذا كان عاشق للسينما وعايز يعمل كل حاجه صح. فتعبك ما راحش هباء يا احمد، كلنا فرحانين بنجاحك وتألقك وبتكريمك اللي هو تكريم مستحق حقيقي. ابننا ده الجميل، ده القدوه وده الاحترام وده ملك الاكشن، واحنا كبرنا واحنا بنتفرج على احمد سقا. رحله نجاح قويه ورحله نجاح بنتعلم منها، ونتمنى يجي يوم من الايام ونحقق ربع النجاح اللي احمد سقا محققه. والف مبروك، وبوجه له تحيه لي ولاسرته. لازم يتكرم، لو احمد سقا ما يتكرمش مين هيتكرم؟ مبروك مبروك بالفعل، فوز مستحق. انا بالنسبه لي السقا بنسل الاغراب، يعني جليلة. ابداع يا جليله طبعا ابداع، وانا كثير مبسوطه، غير عن اللي عم نسمع، انا كثير مبسوطه انه عمان تي في موجوده وحاضره عن جد. كثير حتى مايك عمان تي في مع الفنان هيك له رونق يا عمي، له شيء خاص، شيء مختلف، الاسود والابيض طبعا مختلف. يعني احنا الصراحه احمد السقا بنبارك لك بالتكريم، واحنا فعليا يعني السقا على فكره قعد فتره غاب، بعدين رجع بقوة، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ولأنه هذه الموهبة وهذا الفنان وهذه القوة الفنية التي تقف على الجانب المنصف من التاريخ الفني لازم دائما تضل حاضرة وبكل مكان. فإحنا فخورين مصطفى إيش اسمه، خالد الأمير اسمه مين؟ الريبورتر أمير خالد. إحنا بنحبك كتير، وشكرا شكرا، لأنه فعليا يعني قدمت أداء مشرف وغلبته معي بين طلبات وإسألها. أنت ما عرفتك لما تزن وحكي هاي أنت حتقول الله يرفع يعني مصطفى بس يعني لحاله. مين كمان بدنا نشوف؟ مبارح على هامش المهرجان التقينا بنسرين طافش، بتعرفوا هي فنانة مثيرة للجدل، فخبرناها كيف بتتعامل مع الانتقادات وكيف ردت، وكمان عن حبها للأردن. يا الله، انتوا دايما بتسالوا عن الانتقادات، ليش ما بتسالوا عن عشان انتوا دايما يعني عشان النجوم. انا نسرين يا عم، والله العظيم انا نسرين طوافش. عشان نجوم الفن دايما كلهم الـ يعني مش من غير تصنيف بيتعرضوا دايما للناس، صفحات السوشيال ميديا ناس تقعد تعمل لهم كومنتات، في ناس بتقفل كومنتات الانستغرام دلوقتي عندها من الانتقادات. احنا بنتعرض للاثنين، يعني في ناس بيكونوا هيترز وفي ناس بيكونوا محبين، فاحنا الاثنين، بس انتم مركزين على جانب واحد مش عارفه ليه. في عندي ناس بيحبوني قوي، وفي عندي جمهور وجيش بيدافع عني وبيحبوني من قلبهم، بيتابعوا فعلا من قلبهم وبيبقوا صادقين، يعني عايزين يعرفوا انا بعمل ايه اول باول. شفت رجعت اتكلم مصري عشان انت تتكلم معايا مصري، فهنرجع نتكلم دلوقتي سوري. اهل الاردن حبايبي، يعني النشامه والنشميات بالاردن يعني بيعرفوا انا قد ايه بحبهم، وانا قعدت فتره كتير طويله بالاردن وصورت عندهم العقاب والعفره، صورنا بالغور. فالاردن من اجمل بقاع الارض وهن اطيب ناس، فتحياتي للكل. ثانك يو. حياتنا ايضا للفنانة نسرين طافش، واكيد شكرا. يعني بانتظار التقرير اللي وعدتنا فيه، الاردن في عيون نجوم مهرجان الجونة السينمائي مصطفى، شكرا ان شاء الله، وبكره حكون معكم ان شاء الله بتقارير جديده. اوكي استنونا. مبسوطين كثير فيك، مذيع مستقبلي مبهر ستكون. شكرا عمان تي في على تغطيه مهرجان الجونة. صح 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 صح